طب ليه سابه يموت؟ قالوا كده: ألم يقدر هذا الذي شفى أو خلق عينين للأعمى ألم يجعل هذا لا يموت؟ يعني مش كان لحقه؟ مش كان اتدخل قبل كده؟ هي بقى فكرة الليه دي اللي تعب الناس كلها. نفس السؤال قالته مرس وكررته مريم: لو كنت هنا ما كانش مات، ليه تأخرت؟ ليه ما جيتش؟ ليه ما سمعت لناش يا رب واحنا بنصرخ من أجله مريض صالح وعارفين انك بتحبه وطلبنا الشفاء؟ ليه رفضت؟ ليه سبته يموت؟ ما كناش بنطلب حق وحش، ما كناش بنطلب انتقام ولا فلوس، ليه ما استجبتش؟ ليه استجبت الواحد من ألف وسبت 999 بصين لك مستغربين اتهموك بالقسوة؟ ليه يا رب؟ ليه سبته يموت؟ ربنا يسوع اللي عمل قدام هذه التهمة انه بكى. بكى بكى ليه؟ لانه احيانا ربنا ما يبقاش عارف يقول لنا ايه، لانه مش هنفهم. زي ما يقول يوم الخميس كده: لست تفهم بعد ما انا اصنع، لكنك ستفهم فيما بعد. يا ابني ما انا لو شفيتك هتضيع، يا ابني لو سمعت لك هتخسر ابديتك، يا ابني انا لو جريتك في طلباتك وانت عيل صغير مش فاهم مصلحتك هأذيك. يا ابني يا حبيبي انت فاكر ان الشفاء صعب؟ الشفاء سهل قوي. ده وجعك ده وجع لي انا اكتر واكتر، بس انا شايف مصلحة انت مش شايفها. انت اصغر من انك تفهم. انما اعمل ايه؟ بدل بتعيط بتعيط معاك. لكن حتى لو اتهمتني يا ابني بالقسوة انا هسكت وابكي. يمكن في يوم من الايام ترجع تقول لي: حقك عليا يا رب، طلعت انت صح. حقك عليا لاني ظلمتك، افتكرتك قاسي، افتكرتك ما بتسمعش، افتكرتك ليك ناس ناس، افتكرتك بتخون العشرة لان العازر ده كان البيت اللي بيضيفك، افتكرتك مهمل في حق اولادك، افتكرتك لا يعنيك صراخ المساكين، افتكرتك بتخلف وعودك وانت اللي بتقول من اجل صراخ المساكين وتنهد البائسين الان اقوم، وما بتقومش. فربنا يسوع له المجد يقف امام القبر باكيا. مش بتدافع عن نفسك ليه يا رب؟ مش بتفسر لهم ليه؟ لانه مش هيفهم المره دي، بس فهمهم عشان يفهمنا كلنا. قال لهم: مش ده اللي تعبكم؟ مش هو ده الموقف اللي واجع قلبكم؟ مش كلكم اتهموني بالتقصير؟ لعذر هلم خارجا، بس على وعد انا مش هعمل كده مع كل واحد، هعمل كده مع الكل بس في اليوم الاخير، لان العذر هيقوم وهيكمل قديس. ما نعرفش كم واحد كان هيقوم وهيكمل في القداسة، ما نعرفش ما يخفيه الزمان للناس. سيبوني اختار الوقت المناسب والطريقة المناسبة. انتوا ماسكين في الدنيا وانا ماسك لكم في السماء. انتوا عاوزين تضيعوا السماء بالدنيا وانا مش مستعد اضيع السماء من ايديكم عشان خاطر كم يوم على الارض. ازعلوا مني، خصموني، اشتموني، اتهموني بالقسوة، ابكوا غضبا علي وانا هبكي تعاطفا معكم، بس في الاخر برضو هعمل اللي شايفه مصلحتكم. طالما انتوا عاوزيني انا عاوزكم وعاوز مصلحتكم، على وعد امسح كل دمعه من عيونكم بس في الوقت المناسب. اصالحكم واحيلكم واجيب لكم كل العازر مات منكم، وافتح عينين اللي تعبوا في الدنيا، واقومكم واستجيب كل طلباتكم باكثر مما تظنون، بس في الوقت المناسب وبالطريقه المناسبه.